صباح لينا، انا اسمي محمد هلال من شركه الجيزه لتصنيع المخصبات، اختصارا بنسميها جيزه تك. هعرفكم ان شاء الله على جيزه تك كده سريعا، وبعدين هعرفكم على السماد اللي احنا هنكلمكم عليه النهارده. جيزه تك شركه مصريه كنديه مقرها الرئيسي في مدينه 6 اكتوبر، ومصانعها المصانعين بتوعها في مدينه السادات. الشركة بتهدف لريادة السوق العالمي في الأسمدة الصديقة للبيئة من أجل أفضل محصول. صديقة للبيئة يعني معناها بتحمي التربة، المية، الهواء، الحيوان اللي هياكل مثلا العلف، أو الإنسان اللي هياكل الغذاء اللي طالع بعد كده. الشركة بتعمل على إمداد المجتمع العالمي بحلول سمادية مبتكرة. يعني كل الأسمدة اللي طالعة من ابتكار الشركة، وعليه جودة صديقة للبيئة لتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارع. نيكست. كل أسمدة جيزة تك بتعتمد على تكنولوجيا زراعية خاصة تم تطويرها بواسطة علماء الشركة بالتعاون مع معاهد بحوث دولية داخل مصر وفي بلاد مختلفة زي بلجيكا، اسبانيا، كندا، والسعودية. الأسمدة دي بتهدف انها ترفع الانتاج النباتي، وفي نفس الوقت تحافظ على حصول التربة. فهي بتبص على النبات والتربة في نفس الوقت. وسبب كفايتها في زيادة المحصول، تحسين جودة المحصول، وفي نفس الوقت تحسين حصول التربة. جيزة تك عندها خطين انتاج، بتنتج حوالي 45 نوع من الاسمده، بتصدر لعدة دول على مستوى العالم، وهي فيها خطين انتاج. خط اسمه فيبرو، دي اسمده سائله عضويه التكوين، دي مش هنتكلم عليها النهارده، في لقاء تاني ان شاء الله. اسمده اجرايت، دي اسمده معدنيه حيويه ومحسنات تربه طبيعيه. باودر في شكاير زي شكل الشكاره اللي شايفينها هنا. النهارده هنتكلم على 915، ده احد اسمده اجرايت. نيكست. المنتجات دي مملوكه للاورجانيك اجريكلتشر الزراعيه من كندا. اجرايت دي اسمده معدنيه حيويه ومحسنات تربه طبيعيه لافضل خصوب التربه ولافضل محصول. 915 ده محسن تربه ممتد المفعول، بيدي افضل خصوبه لكل الاراضي ويحتوي على العديد من العناصر المغذيه. نيكست. دي شكل مشاكل الارض اللي احنا ممكن نقابلها. احنا خلال الكلام عرفنا ان في اللي يزرع في اراضي طينيه قلويه، وده بيبقى شكلها بيحصل فيها تشققات، اللي معناها انها ما بتعديش الميه، بتحتفظ بالميه كتير، فبالتالي ما فيش نسب هواء لجذور النبات، وبيحصل فيها التشققات دي اللي بتاثر كمان على الجذور تقطعها. او اراضي رمليه جديده، الاراضي المزروعه جديده، ودي بتبقى مشاكلها في الاملاح، في عدم الاحتفاظ بالميه، ده غير مشاكل ثانيه عضويه. ودي شكل التربه الخصبه اللي احنا بندور عليها، اللي هي التربه كنا زمان بنقول عليها ايه، المستحرصه، فيها تجمعات صغيره تحفظ الميه والسماد، وفي نفس الوقت فيها مسامات واسعه للجذور النبات عشان تتنفس ويبقى فيها هواء. ودي افضل تربه تجيب انتاج نباتي لكل المحاصيل. اتفضل. انا عايز اتكلم عن الجزئيه دي بتاعت اللي هي الارض. انا النهارده اعرف الارض النهارده فيها مشاكل ازاي. لو انا زجيت النهارده مثلا يعني وفعلا يومين ثلاثه بدات تشد كده تعمل تبش زي الشط كده، يبقى الارض بتاعتي فيها مشكله. يعني الارض لما كده تعمل زي الشط كده تمام؟ ايوه. دي ارض فيها مشكله. تاثيرها ازاي؟ انا النهارده انا برمش حبايه قمح في الارض. نبات القمح في البدايه بتبقى ضعيفه جدا. يوم ما تلاقي حته زي كده مش هتطلع. الشفايه اللي من فوق دي اللي واقفه الصلبه اللي من فوق عملت فاصل تنبت وتموت من تحت. لذلك احنا بنقول عليه ارض ناعمه. كلمه ناعمه ان هي النبات يطلع بسهوله فيها. لا يبقى زي كده يبقى فيها ايه؟ مشكله. دايما الجذور النبات بتحب الوسط، ولا ارض تقيله قوي ما تديش فرصه للهواء، ولا خفيفه قوي ما بتحفظش الميه. تمام؟ انا عايز حضرتك
هنتكلم عليه النهارده بيمد التربه بالتالي: العناصر الكبرى نيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، الكبريت، الكالسيوم، والمغنيسيوم. والعناصر الصغرى والعناصر النافعه ممتصات المياه ومكونات انتاج الاحماض اللي بتخفض قلويه التربه. هنا الكلام بتوع محمد هنا العاصفة الكبرى معناها هي عاصفة الكيماوي ولا الترمي؟ الكيماوي اكيد من النيتروجين. النيتروجين ده هو الكيماوي، اليوريا والنترات، اليوريا والنترات كل ده نيتروجين. دي بقى عبارة عن ايه؟ كل مشكلة فيها 50 كيلو لو هي 46 بتاعت طلقة 46 يعني كل 100 كيلو السماد في 46 نيتروجين. يعني مش كل الكميه مش كل الكميه نيتروجين. هنا الكلام عن المنتج الدكتور محمد، انا عايز برضه ارجع لحضراتكم برضه زمان، ايه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ زمان ايام السد العالي ما حدش كان بيدور على سمك، والناس الكبار في السن شويه كانوا يجيبوا من الجبل. صح؟ ما ظهرش الموضوع الاسود ده، انا حط رشه في الارض دي امتى؟ غير بعد السد العالي. بعد السد العالي ليه؟ علشان خاطر بطل السد العالي ينزل كل الحاجات العناصر الموجوده دي اللي بتغذي منها النبات. بدات الارض تبقى ضعيفه. بس للاسف احنا برضه تفكيرنا جاي، احنا عايزين نيتروجين. النيتروجين ده يعني لو زاد هيضر، لو نقص هيتاثر. انا عايزينه ايه؟ بالقدر بتاعه. انا بس ردا على الكلام كان بيتقال على موضوع ان انا الناس بيبدا مثلا شامي قنديل وبدا رص وكلام زي كده ويحط له كماوي، يقول له ليه؟ يقول لك بس عشان حبايه تغلط. مش هتغلط، هو بياخد من الغذاء الموجود في النبات. ما كانش تتربى من البدايه كويس ما يديش انتاج كويس. يبقى اهم حاجه الفتره الاولانيه دي، ال 60 يوم الاولانيه بتاعت النبات من اول مزرع هي المهمه جدا، وافضل يكون في التربه يستفاد فيها النبات حسب احتياجه. يعني انت لو بدك ماما لو بدك ماما بس جنب البوصه بتاعت الشام، لو بعيد عنه مش هيطلع يد هو يمد عليها عشان ياخدها. لازم تكون ميسره ليه. لو الميه ما خدتهاش، مش هتستفاد بيها. لذلك احنا بنقوله ايه؟ في واحد بيرمي فلوسه في الهواء، هذه يعتبر فلوس في الهواء. تلاقي وانت بتمر مثلا في الغضاري تلاقي ناس ملاقي ما كده والميه مش واصله، او واحد عامل كده ومش واصل، او واحد مش كده مش واصلين. اللي هيوصل افضل اللي هو في التربه، موزع التربه. اتفضل يا محمد. دي المزرعه دي مش مزرعه، دي مزرعه مخصوصه لانتاج الكائنات الدقيقه اللي بعد كده بتدخل في النايتروجين. نكست. النايتروجين ايه المميزات والفوائد بتاعته؟ اهم المميزات ان هو بيرفع الخصوبه الطبيعيه والحيويه للتربه، ويقلل من استخدام الاسمده الازوتيه، ويغطي احتياج النبات تماما من الاسمده الفوسفاتيه، وبالتالي انت ما تحتاجش تضيف اي سماد فوسفاتي. السوبر على كلام على السوبر بتاع محمد اللي هو يعني لو استخدمته مش استخدمت السوبر. هتقول لنا دلوقتي ب 65 جنيه. نعم اي نعم 65 جنيه 65 جنيه يعني اتفضل محمد. بيحافظ رغم الخصوبه هنا هنتكلم عليها قلت في البدايه انا ان انا النهارده لما عاوز النهارده الحبايه بتاعتي تبقى في مكان كويس مهد كويس عشان تنبت، ولا ارض صامه زي البلاط اللي احنا قاعدين عليه، ولا ارض مفككه زي الصحراء. دي وحشه ودي وحشه. انا عايز الوسط يكون كده متماسك. يعني كده لما تمسك كده شويه الارض كده ها وعملتها كده تتفرق في ايدك. لا ما تتفرجتش يبقى فيها مشكله. يبقى النهارده انت ما تظلمش نفسك وتقول انا والله يا فلان بيجيب احسن مني وانا ما جبتش ليه، ما هو برضه الارض فيها مشكله. النايتروجين بيحقق توازن غذائي في التربه، توازن بين العناصر الغذائيه المختلفه اللي بيحتاجها النبات ويمد النبات